تم اهتمام بالسيارات الإدارية من حيث ترشيد استهلاك الوقود، متابعة مهمات الخاصة بكل إدارة، الرقابة في الطرقات، مصالح إدارية تابعة لرئاسة الحكومة، وزارة أملاك الدولة والوزارات القطاعية، كل وزارة كذلك عندها هيكل الرقابة اللي باش تسمح بأنه ما يتمش تجاوز الصلاحيات وتجاوز استعمال السيارات هذه لغير الأغراض الإدارية. فهذه برنامج باش يتم تعميمه على كل الوزارات، وباش يكون ثم حرص على أنه السيارة الإدارية لا تستعمل إلا لغرض إداري والغرض المخصص لها في الإدارة وبالشكل اللي يتحكم فيه في المصاريف بشكل معناه عقلاً.